عم الماحي 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 حيقول لكم كلام في الصبي. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. انت ساكن هنا يا حاج؟ لا، بجي اقعد في دول البيت وارجع. التي اجنا انت شايف شنو يعني؟ لا انا بس عاوز اسال من واحد اسمه عوض. انت قصدك يا تعوض عوض ادم وعوض صلاح وعوض العاطل؟ بالضبط، انا عايز عوض العاطل ده. بيته وين؟ صدق تلفونه بضرب فيه مكفول. لا لا، ده شاب خامل وعاطل، يعني عايز الشغل يجيه لحد عنده. نحن زمان بنشتغل اي شغل، تشتغل طلبة، تسوق تاكسي، بيغسل الاجانب اشتغلوا هنا، واولادنا يقول لك عايزين يهاجروا، يركبوا الصنبق ويبقوا يقولوا يا ريتك يا ابو زيد ما غزيت، يغزيك هنا البلع. طيب ممكن توصف لي؟ ارمي بالك معي كويس عشان الوصف ده بتعبني. وبتعبك ليه؟ عشان شوارعنا كلها حفر. شوف هنا، تمشي بالشارع ده بتلقى لك عمارة بيبنوا فيها صينيين ما شاء الله، شغالين زي النحل ما بيفتروا. هات فوتن بتلقى لك مطعم شامي ما شاء الله، عنده مكن مبالغة، اشتري منهم واصل قدام منهم بتلقى مكوي فيه بنغالة ما شاء الله، مكوتن سيف. تفوت تلقى لك شجرة كبيرة جنبها ست شاي أجنبية، عندها قهوة جامدة، وجنبها في عطالة عوض ده بتلقاه معاول. إن شاء الله بركة الله تجيكم كشة. أي عاطل ودوه مشاريع التنمية، قول آمين. آمين. ما لك قايلة بلا نفس كده، شكلك ما مطمني نهائي. أنت ولدي شغال وين؟ عاطل يا حاج. خير من قعد ساجنا.